وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة بين سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء النتائج الإيجابية المترتبة على تحويل 10 خدمات إلكترونية. في إطار توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لمبادرات خطط التعافي الاقتصادي، حرصت هيئة الكهرباء والماء على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ضمن خطة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية. تسير هذه الخطط وفق خطط العمل الموضوع لها بحسب الوتيرة المطلوبة للتحول الرقمي وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل بلاد مبدع حفظه الله ورعاه، ورؤية الحكومة الموقرة وقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون والتنسيق بين الهيئة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ما يميز التحول الإلكتروني أنه يتيح للمشتركين تقديم طلباتهم إلكترونيا والاستفسار عنها دون الحضور أو طلب موعد، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى مستويات الجودة عبر مختلف القنوات الإلكترونية من أجل تحقيق عدة أهداف، منها إنجاز المعاملات على مدار الساعة، تقليص تكلفة التشغيل وتقليل المدة الزمنية، إيقاف التعامل الورقي، وأيضا تطوير الإجراءات لتسهيل إنجاز المعاملات لمختلف المشتركين.